السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين ما يعني وين غادي نتكلموا على الفيلسوف غوارديولا، وين ما جعل مانشستر سيتي هذا الموسم فريق مرعب، واكد بانه ليس بفقط يعني وجود رأس حربة بقيمة أولومب، هناك عامل آخر وهو الأهم. يعني باش ندخل باش الناس يعني ما هي الأسباب اللي جعلت هذا النادي يعني مرعب بذكريات البارسا والريال، بذكريات البارسا هذه هي يعني وين خلى كيما نقولوا حنايا خلات هذا يعني كي نقولوا الذكريات تاع البارسا. انا نهضروا مع ناس يعني لي دوميناف ولا البارسا ولا الريال، خلينا كاين قدم تاع البارسا وكاين قدم تاع الريال وكاين قدم تاع بايرن ميونخ وكاين ناس قدم تاع ميلون لانتر ليفربول يونايتد، كاين بزاف بايرن ميونخ كاين بزاف. حنا رانا نهضروا يعني نعاودوا نقولوا البارسا وي كانت دايره الرعب في اوروبا. هاني وين هذه هي اللي نهضروا نقول لكم عليها. هذا وين نعاودوا نقولوا وين غوارديولا راه بين لكم بنشي هو يعني كل شيء هولندا. لا لا، مجموعه هناك عامل اخر وهو الاهم. بيب غوارديولا وصل الى درجه من الشموليه الرهيبه. ما المقصود بالشمولية وهو قدرة الفيلسوف على خلق توازن في المنظومة بحيث يمكنه التحول من فريق يقدم كرة استباقية عبر تدوير الكرة والاستحواذ في نفس الوقت إلى فريق دفاعي يقوم بردة الفعل بترك الكرة إلى المدافع إلى المنافس. وفي كلهما مانشستر سيتي يصنع الفرص بكثرة. يعني وين ساعدنا وين طاح نقولوا بلي 10 دقائق التاليه تاع الانتر الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني صعب بصح 10 دقائق التاليه تاع الانتر صعب. هذه هي كره القدم. وبالعوده للحديث عن مباراه اليوم يعني بشكل مفصل، بيب غوارديولا بقي محافظ على الرسم التكتيكي 3-2-2-3 عند مرحلة انحياز الكرة بوجود يعني اللاعبين معكوس يعني، لكن خرج المرحلة انحياز كرة أحدث تغيير مقارنة بلقاء يعني لقاءات أمام ريال مدريد، حيث طلب من جاك أن يضغط يعني ونقولوا وين يصعد كل يعني وين بصعود يعني مع التطبيق يعني الصعود يعني وين يضغط والرجوع الى الوراء. من جاك وبيناردو سيلفا سالنا بيناردو سيلفا كيفاش يرجع يعني المدافع يعني يساعد المدافع، سالنا جاك كيفاش كيراس كيفاش يرجع يعني ودائما وين يكونوا يعني بوفره في خط وسط الميدان. يعني جانا مع ترك يعني موازة يعني العديد بين الدفاع السيتي والهجوم، يعني نقولوا بلي موازاة مع الدفاع يعني مع الدفاع السيتي والهجوم تاع الانتر. واركر جانا وين دخول واركر جانا على الثلاثي يعني وين نقولوا بلي بالترتيب طبعا الشيء الذي اجبر يعني الانتر على اللعب الكرات الطويلة من الحارس يعني من حارس أونانا، ولكن السيتي كانت له الأفضلية ببساطة لأنه كان هو من يكسب الكرة الثانية في كل مرة. كان المدرب لانتر وين اختار إعادة يعني وإبقاء على شأن كيفاش الظهير الأيسر في الوقت الذي قدم فيه يعني نقولوا بلي كانت مباراة تكتيكية في مرحلة دفاعية 4-2 وين نقولوا هو ما يطرح تساؤل وين شأن بالإضافة إلى اختياره الرسم التكتيكي في مرحلة دفاعية 4-2-3-1 بوجود يعني محور مزدوج فيه يعني لاعبين يعني متاع الانتر لا يمتلكان خصائص في قطع الكرات. وفنيا اثبت للمره الالف انه يعني وين نقولوا بلي الدفاع تاع الانتر نوعا ما كان متكاسل دفاعيا، والكثير ما ترك يعني تحت زياده العدديه امام يعني وين نقولوا فوندان وسيلفا او سيلفا وماركير في الشوط الثاني، حتى الفريق لم يكن حاضر ذهنيا يعني نقولوا بلي الانتر ما كانش حاضر ذهنيا
حتى نقولوا بلي عشت من 85 يعني وين شاهدنا تقول هذاك وين الانتر فاقوا بلي يلعبوا في النهائي 10 دقائق التاليه الانتر تقول هذاك وين فاقوا بلي يلعبوا في النهائي هذه هي وما حتى الفريق لم يكن حاضر ذهنيا اليوم بان باي شكل من اشكال يعني وين وين نقولوا بلي الانتر في الشوط الاول وين بدا مستسلم وهنا اشاره على ان حضور الذهني كان غائب من اللاعبين ونزيدوا نتكلموا الى بعض يعني الحالات التكتيكيه الفيلسوف بين كذلك امور اخرى من بينها تهيئه والتحضير الذهني والنفسي غوارديولا يقول انه سند كثير من السكون والهدوء في الايام الاخيره بعد يعني مباراه العوده تاع الريال والكثير من التركيز يعني انه مع طاقمه الفني عملوا على شحن بطاريات لاعبين لدرجه 100% وحافز كان لقائين السنه الماضيه واللي يعني وين نقولوا باللي تاع الريال وين شاهدنا كيفاش الماضيه واللقاء الذهاب لهذا العام والغالب ان العمليه بدات منذ عمليه نقولوا باللي وين نقولوا باللي السيتي وين عول على الكاس الاوروبيه يعني منذ عمليه القرعه التي اسقطت على نقولوا باللي الانتر يعني وين طاح في كذلك الانتر اللي طاح في مجموعه كانت صعبه ومر يعني بظروف لكن وين ثانيا توظيف التكتيكي للاعبين خصوصا اللعاب يعني اللاعبين الذين قاموا في مقابله يعني باختراقات ووصلت لحدود الأربعين متر الاخيره للملعب لولا التوصيات التي اعطاها غوارديولا للاعبين بعدم المجازفه وهذا ما خوف تخلي عنه في الايام يعني بالاضافه الى حافز الاخر انك ستتغلب على الملك هذا البطوله وهو امر اكثر من رائع يعني امام الانتر الذي هو حائز على 3 كؤوس اوروبيه واصل وقيل 12 مره نهائي يعني نقولوا من جهه المقابله يعني من المدرب تاع الانتر وين يتحفظ بتحفظ زائد أزال هيبة الانتر خاصة في الشوط الأول ونزع من رؤوس لاعبين بخطة ربما كرسم تكتيكي تظهر صحيحة ولكن ذلك التحفظ وترك الملعب للخصم طوال بالطول والعرض جعل الفريق الانتر فريق يعني حتى الآخر 10 دقائق أو نقولوا 10 دقائق ولا 15 دقيقة وكذلك عدم التحضير الذهني والنفسي للاعبين الفرق بين المدرب يصحح ونقولوا الفرق بين المدرب يصحح الأخطاء والمدرب يترك الأخطاء تصححها المواهب يعني هذه هي والجميع يعني يعلم السيتي يعني كما وعد قال لي لا شوبي لو كان انا يعطوني تشكيله من نجوم مثل سيتي ساضع يعني ندير على يعني الله ونربحوا لا هذا غلط هذه هضره هذه هي وين كانت مباراه كانت مليحه مباراه يعني انا راني عاود نتفرج فيها يعني مباراة صعيبة يعني وين تشوف انت يا غوارديولا كيفاش يبني اللعب من الخلف ماشي سهل اخويا غلطين لعبك اللعبه تاعي طلع لك اللعبه تاعي من الوراء ويجي طالع ماشي سهل اخويا نقول لك يعني ما حاجه كبيره كاع هي كبيره اخويا غوارديولا يبقى غوارديولا هذه غوارديولا يبقى غوارديولا اخويا تالي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.